السلام عليكم اخوات، كنتمنىكم تكونوا مزيانين. اليوم جيت نشارك معكم لقيه بالعقيق من اسهل ما كيطلعوا بسرعه، كنتمنى تعجبكم وتطبقوها. بدايه كنحتاج الحرير مبروم على جوج ديال الشعرات والعقيق رقم 3. انا خدمت بجوج الانواع بيرلا والرد. بدايه كنثبت الحرير على وكناخذ 3 ديال العقيقات، كنخلي سنتيم واحد وكنخلي الحرير مرمي للاعلى وكندير غرزه. هنا كندخل الابره في العقيقه الاخيره اللي هي في البنفسجي هكا، وكناخذ جوج العقيقات، كنحاول نحافظ على نفس التسلسل ديال العقيقات او الالوان. نعمل التسلسل الذهبي الازرق البنفسجي، كنبقى مشى بهذا التسلسل. هنا كندير جوج الغرز، جوج ديال العقيقات عفوا، البنفسجي والذهبي، كنبقى مشى بجوج ديال العقيقات. وملي كندير جوج العقيقات كندخل الابره في العقيقه الاخيره وكنبقى مشى بنفس التسلسل ديال الالوان حتى كنكمل الجهه الاولى. هنا من بعد ما كملت الجهه الاولى كنجي للجهه المقابله وكنجي قباله العقيقه الاولى وكنثبت الحرير. كناخذ العقيقه نفس اللون العقيقه اللي قبلتها، مثلا الازرق، كناخذ الازرق وكندخل الابره في العقيقه الذهبيه بهذه الطريقه، وكناخذ العقيقه البنفسجيه. هنا كنرمي الحرير للاعلى وكندير غرزه، كندير غرزه وكندخل الابره في نفس العقيقه. هنا كندخل الابره في العقيقه الزرقاء وكنجي قبلت العقيقه الذهبيه وكندير عقيقه ذهبيه. هنا كندير غرزه وكندخل الابره في العقيقه الذهبيه وفي العقيقة البنفسجية وكندير عقيقة زرقاء. ملي كندير عقيقة زرقاء كندخل الإبرة في العقيقة الزرقاء وفي الذهبية وكندير عقيقة في البنفسجي، كنبقى مشى بهذه الطريقة حتى كنكمل الهبطة ديال الجلابة أو الهبطة ديال القفطان. وهاد الملاقية من أسهل الملاقيات اللي يمكن لك تخدميها، كتطلع في أقل من يوم واحد، 4 ساعات تكوني كملتيها بالغزيل ديال الحرير وكل شيء. كنتمنى تعجبكم وتطبقوها في هاد رمضان.